خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. من قال إن الدمعة ضعف؟ إن الدمعة تجيء لا أند منها، عندما تكون دمعة خاشعة من أثر تلاوة أو من وحي إصغاء مؤثر، تلك دمعة، والدمعة الأخرى لا أقوى منها، عندما تجيء دمعة رحمة أمام آهة يتيم أو شجن بائس، إنها انتصار على ذلك الجبروت الساكن في أعماق الإنسان ذاته. إن دمعتي الخشوع والرحمة هما أقوى الدموع وأنداها. تستوي دموع الرجال والنساء هنا. إن مثل هذه الدمعات هي دمعة انتصار الإيمان على الضلال، ودمعة تفوق الرحمة على الجبروت. وربما قالت العيون وقد يصدق فيها ويكذب النظر: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه: لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، حسبك الله في كل لك الله. خواطر. خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.